في هذه اللحظات الحفل الكريمة تمت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي للإخوة السودانيين من مسافة 1500 متر. هناك ساعتين مقدمات من السيد علي بن عبد الهادي البريدي لهذا الشوط، شوط السودانيين. عم تبرع السيد علي بن عبد الهادي البريدي بساعتين لهذا الشوط في أول المراكز. في هذه اللحظات الحفل الكريم هذا المفتي للسيد عثمان أحمد طه مع المفتي في أول المراكز. ثاني المراكز هذه عازة للسيد علي الصديق في قيده في هذه اللحظات في ثاني المراكز. ثالث المراكز الفارس للسيد الصديق حسن حامد أبو كرة في هذه اللحظات في ثالث المراكز. الرابع المراكز الرابع المراكز زي الحفل الكريم في هذه اللحظات اللي واصل هذا الشاهين لسيد احمد مبروك الرشيدي في رابع المراكز. خامس المراكز الشاهين لسيد الحسن احمد الشاهين لسيد علي عبد الله ابو سالم في خامس المراكز، لكن اللي في اول المراكز حتى هذه اللحظات هي الحفل الكريم وهذا المفتي للسيد عثمان احمد طه مع المفتي في اول المراكز. هذا المفتي للسيد عثمان احمد طه في اول المراكز. ثاني المراكز هذه عزه للسيد علي الصديق في قيده مع عزه في هذه اللحظات هي الحفل الكريم في ثاني المراكز، ولكن المفتي راح المفتي بالمركز الاول والناموس. هذا المفتي الحفل الكريم للسيد عثمان احمد طه مع المفتي في اول المراكز. السيطره سيطره تامه المفتي والساعه المقدمه من السيد علي بن عبد الهادي البريدي الداعم الرسمي لاخواني السودانيين في هذا الشوط. هذا المفتي للسيد عثمان احمد طه، اما اللي في ثاني المراكز هذه عازه للسيد علي الصديق في قيده مع عزه في هذه اللحظات في ثاني المراكز. ولكن المفتي الحفل الكريم نقول تهانينا والناموس على فوز المفتي بالمركز الاول. تعود ملكيه المفتي للسيد عثمان احمد طه، اما اللي في ثاني المراكز وصلت عزه للسيد علي الصديق في قيده، وثالث المراكز وصل الفارس للسيد صديق حسن حامد ابو كره. التوقيت الزمني لهذا الشوط عذرا للتوقيت التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين و11 ثانية. تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.